بسم الله، أهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن السيارات الكهربية المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. هندخل على مجتمع السيارات الكهربية في دبي. هنبدأ نشوف عنوان مهم جدا عن السيارات الكهربية في دبي، بيبدأ يتكلم عن السيارات الكهربية وتعريف السيارات الكهربية. طبعا السيارات الكهربية هي السيارات اللي بتشتغل بمحرك كهرباء أو إلكتريك موتور، ده عكس السيارات التقليدية اللي احنا متعودين عليها. السيارات التقليدية اللي احنا متعودين عليها بتشتغل بمحرك ديزل او بنزين، اللي احنا بنسميه محرك الاحتراق الداخلي. ميزة السيارات الكهربية ان هي بتساعد في تعزيز جودة الهواء المحسنة، ان هي بتقلل او بتخفض من معدل انبعاثات الكربونية او انبعاثات العادم. ثانيا ليها ميزة خطيرة جدا، ان هي بتقلل التلوث بفعل الضوضاء، لأن السيارات الكهربية ملهاش صوت يذكر مع السيارات التقليدية، وبتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري زي الديزل والبنزين، لأن الوقود الأحفوري تمام مصيره إن هو يخلص أو ينضب، وبالتالي بتقلل انبعاثات أو غازات الاحتباس الحراري. العربيات المتوفرة أو السيارات الكهربائية المتوفرة في الإمارات في مجموعة مختلفة من السيارات الكهربائية. طبعا احنا عارفين التصنيف الرئيسي للسيارات، ان في سيارات بتعمل بالبطاريات فقط، او بنسميها السيارات الكهربائية بالبطاريات، باتري الكتريك فيكل، بطارية وموتور كهربي فقط. النوع الثاني في عندي السيارات الهجينة. لو انتوا واخدين بالكم في الفيديو اللي شرحناه المرة اللي فاتت، كان في عندي السيارة الهجينة العادية تمام، اللي هي هايبريد الكتريك فيكل، او بيسموها السيارات الكهربية الهجينة التقليدية، بيبقى فيها محرك احتراق داخلي وهو الاساسي، ونظام دفع كهربي تمام بيبقى مساعد ليها، وما بيبقاش فيها اخوانا بلاج ان، دي بيسموها هايبريد الكتريك فيكل، يعني الموتور الديزل هو الاساس والموتور الكهربي بيساعد بس. اما السيارات الهجينة النوع الثالث، وده بيبقى بيسموه بلاج ان هايبريد الكتريك فيكل، بي بلاج هايبريد الكتريك فيكل، بلاج ان هايبريد الكتريك فيكل، او السيارات الكهربية الهجينة، وبيبقى الموتور الكهربي تمام هو الاساس، وهو اللي بياخد الشحنة بتاعته او الحركة بتاعته من شحن البطاريات من خلال شركة الكهرباء. طبعا الجزء هنا بيتكلم عن كيرفات بتحدد كفاءة استهلاك الوقود، وانبعاثات نسبة ثاني أكسيد الكربون، ونسبة أو ترتيب السيارات بناء على مساهمتها في تلوث الهواء. ده كله كيرفات إن شاء الله نتصرف أو هنتعرف عليها إن شاء الله في الفترات اللي جاية. اللي يهمني ان معظم الموديلات المتوفرة في الامارات العربية المتحدة بتقدر بسهولة تستوعب عمليات التنقل داخل محطات الشحن، من خلال ان هي بقدر اتحكم فيها واتنقل بين الامارات، من خلال ان انا اقدر اوصل لحد مثلا رأس الخيمة، في عندي لحد 310. لو انا مثلا من ابو ظبي عايز اروح لرأس الخيمة، المسافة مثلا 310 كيلو، في عربيات كتيرة جدا الشحنة الواحدة بتبقى أكتر من 310 كيلو، ممكن أروح لدبي من أبو ظبي لدبي، اللي هي المسافة بتبقى تقريبا 140 كيلو، من أبو ظبي للشارقة بتبقى 166 كيلو. لو أنا اتحركت من أبو ظبي للعين 160 كيلو، من أبو ظبي للفجيرة بتبقى 254 كيلو، أو لو من أبو ظبي للرويس بتبقى 236 كيلو، أو إلى الحدود السعودية بتبقى 362 كيلو. بالتالي السيارات الكهربائية تقدر تغطي المسافة كلها من أبو ظبي إلى باقي الإمارات. طبعا هنا بيبدأ يتكلم على الموديلات المختلفة تمام اللي موجودة تمام، الموديلات السيارات الكهربائية اللي موجودة في الإمارات، في منها المسافات لحد 450 أو 405 كيلو متر باتري إلكتريكال فيكل، دي بتبقى العربية أو السيارة الدماني، دي بتديني الموديل بتاعها السيارة الكهربية دي DMV تمام 300، والأودي الموديل اللي هو إيترون طبعا بيديني لحد 436، فبرضه دي مستخدمة كلها فوق الـ400 دلوقتي، والبي ام دبليو الاي اكس 3 تمام
تديني لحد 460 كيلو متر. في عندي البي ام دبليو الاي 7 تمام بتديني 625 كيلو متر، والبي ام دبليو موديل الاي 4 بيديني 600 كيلو متر، والبي ام دبليو موديل الاي اكس بتديني 600 كيلو متر واكتر من 600 كيلو متر، والكاديلاك ليريك بتديني 482 كيلو، والشيفرولي بولت تمام، والسياره دي شرحناها كتير في الفيديوهات بتاعتنا بتديني 459 كيلو متر، والجي ام سي تمام اللي هي الهامر دي بتديني 482، والجي ام سي الهامر بيك اب تمام بتديني 560 كيلو متر زي ما انتم شايفين شكلها في الصوره، والهونداي كونا الكونا بتديني 482 كيلو متر، والجاجوار لاندروف اللي هي الاي بيس دي بتديني 470 كيلو متر. في عند المرسيدس بنز اي كيو بي بتديني 419 كيلو متر، والمرسيدس بنز اي كيو اس اس يو بي تمام بتديني 660 كيلو متر، والمرسيدس بنز اي كيو اي بتديني 660 كيلو متر، والمرسيدس بنز اي كيو اي تمام بتديني 426 كيلو متر، والمرسيدس بنز اي كيو سي بتديني 417، والمرسيدس بنز اي كيو اس بتديني 785، خلي بالك 785 كيلو تمام، والام جي زد اس اي في بتديني 263 كيلو متر، والبيجو اي بارتنر بتديني 280 كيلو متر، والبيجو اي اكسبرت تمام بتديني 280 كيلو متر، والبيجو اي 2008 بتديني 300 كيلو متر، والبيجو اي 208 بتديني 300 كيلو متر، والبوليستر اللي هي البوليستر 2 بتديني 504، والبورشيه التايكون بتديني 380، والرينو زد او اي بتديني 395 كيلو متر، والسكاي ويل 85 بتديني 512 كيلو متر، والتسلا موديل اس بتديني 610، والتسلا موديل اكس بتديني 507 كيلو، والتسلا موديل 3 بتديني 507 كيلو، والتسلا موديل واي بتديني 507 كيلو، والسياره الفولفو تمام اللي هي الاكس سي 40 ريتشارج بتديني 481 كيلو، والفولفو اللي هي الفولفو اي اكس 90 بتديني 600 كيلو متر، والبنتلي فلينج سبور هايبرد مولينر بتديني 41 كيلو، والفراري اللي هي الاس اف 90 الاسترادل بتديني 25 كيلو، والهونداي سانتافي بلاج ان هايبريد اللي هي بي اتش اي في بتديني 48 كيلو، والجاجوار الاي بيس بلاج ان هايبريد بتديني 68 كيلو، والجاجوار اللي هي الاف بيس بلاج ان هايبريد بتديني 59 كيلو، والجيب موديل رانجر اللي هي 4X E بتديني 34 كيلو، والماكرين بتدي ارتوار بتديني 31 كيلو، والميني كوبر اللي هي الكانتري مان بلاج ان هايبرد بتديني 61 كيلو، والبيجو اللي هي البلاج ان هايبرد 408 بتديني تمام المسافة كبيرة تقريبا حسب الموديل بتاعها، والبيجو 308 بتديني 45 كيلو طبعا، والبورج اللي هي السيان اي هايبريد بتديني 36 كيلو، والبورج اللي هي البنارما اي او 4 اي هايبريد بتديني 44 كيلو، والفولفو اكس سي 90 ريتشارج اللي هي بتديني 51 كيلو، والفولفو اللي هي اكس اس 60 ريتشارج بتديني 53 كيلو، والفولفو اس 90 ريتشارج بتديني 61 كيلو، والبنالتي البنتلي عفوا فلينج سبورت هايبريد تمام لسه مش كاتبين القيم بتاعه باقي السيارات المستخدمه في الامارات العربيه المتحده، دي بعض الموديلات اللي موجوده، وهي كلها بتقدر تديني مسافات اقدر اتحرك بيها من ابو ظبي لاي اماره موجوده في الامارات العربيه المتحده. الفيديو النهارده كان بيتكلم عن السيارات الكهربائيه المتوفره في دوله الامارات العربيه
المتحدة، وأشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.